هنروح مع حضراتكم لمؤسسة حياة كريمة اللي أطلقت أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات واللي بيستهدف تعزيز دور العمل التطوعي، وده بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات. البرنامج ده بيعرف الطلاب أو طلاب الجامعة على مؤسسة حياة كريمة والمشروعات اللي بتعملها في القرى وأهمية العمل التطوعي والمجتمعي، وهيكون فيه كمان ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. مؤسسة حياة كريمة أطلقت أولى مراحل البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات من أجل تعزيز دور العمل التطوعي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من مختلف المحافظات، وذلك للتعريف بمؤسسة حياة كريمة والمشروع القومي حياة كريمة من خلال المشاركة المجتمعية. البرنامج التدريبي يعتبر بداية انطلاق مبادرة للتوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات، والذي يستمر لمدة 3 أيام، وذلك عن طريق تدريب الطلاب على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية، مع تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات. البرنامج يضم طلاباً من جامعات الإسكندرية ومصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة البريطانية، ويتضمن تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وقام فريق عمل مؤسسة حياة كريمة بالاستماع لأفكار ومقترحات الطلاب المختلفة حول المبادرات التي يمكن تطبيقها بشكل فعلي داخل قرى حياة كريمة خلال مراحلها الثلاث. كما شهد التدريب تنظيم عدة مسابقات وعروض تقديمية وورش عمل بمشاركة الطلاب تحت إشراف فريق عمل المؤسسة، وتحفيزاً للطلاب على ما يطرحونه من أفكار، تعمل المؤسسة على التنفيذ الفعلي لمقترحات الطلاب الفائزة على مدار البرنامج التدريبي في قرى الريف المصري.